50 languages. 81. 81. 81. Past tense 1. صيغة الماضي رقم 1. صيغة الماضي الأولى. To write. يكتب. يكتب. He wrote a letter. هو كتب رسالة. هو كتب رسالة. And she wrote a card. وهي كتبت بطاقة. وهي كتبت بطاقة. To read. يقرأ. يقرأ. He read a magazine. هو قرأ مجلة. هو قرأ مجلة. And she read a book. وهي قرأت كتابا. وهي قرأت كتابا. To take. يأخذ. يأخذ. He took a cigarette. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. She took a piece of chocolate. وهي أخذت قطعة شوكولا. وهي أخذت قطعة شوكولا. He was disloyal. But she was loyal. هو كان غير مخلص. أما هي فكانت مخلصة. هو كان غير مخلص. أما هي فكانت مخلصة. He was lazy. But she was hard working. هو كان كسولا. أما هي فكانت مجتهدة. هو كان كسولا. أما هي فكانت مجتهدة. He was poor. But she was rich. هو كان فقيرا. أما هي فكانت غنية. هو كان فقيرا. أما هي فكانت غنية. He had no money, only debts. لم يكن لديه مال وإنما ديون. لم يكن لديه مال وإنما ديون. He had no luck, only bad luck. لم يكن محظوظا وإنما منحوسا. لم يكن محظوظا وإنما منحوسا. He had no success, only failure. لم يكن ناجحا وإنما فاشلا. لم يكن ناجحا وإنما فاشلا. He was not satisfied, but dissatisfied. لم يكن مسرورا وإنما مستاء. لم يكن مسرورا وإنما مستاء. He was not happy but sad. لم يكن سعيدا وإنما يائسا. لم يكن سعيدا وإنما يائسا. He was not friendly but unfriendly. لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل. لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل.